السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد مباراة اليوم في بداية الجولة 17 من الدوري السعودي. متابعين الكرام، لأول مرة تزورنا في القناة انزل اشترك في القناة بتحت على الزر الأحمر أسفل الفيديو، مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. مع بداية الجولة 17 من الدوري السعودي اليوم، الفيحاء تعادل أمام الفتح 0-0. بكرة بإذن الله تعالى الرائد يلعب امام الاتحاد، وابها يلعب امام الباطن، والاتفاق يلعب امام الشباب. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين. متابعين الكرام، متصدر الدوري حاليا في المركز الاول الاتحاد ب 35 نقطه، الشباب المركز الثاني ب 32 نقطه، النصر المركز الثالث ب 29 نقطه. الاتحاد مؤجل مباراه امام الهلال. الهلال بقى صاحب المركز الرابع عنده 27 نقطه زي ما قلنا، مؤجل مباراه امام الاتحاد. ضمك المركز الخامس ب 26 نقطة، الرائد المركز السادس ب 24 نقطة، الفيحاء المركز السابع ب 22 نقطة، أبها المركز الثامن ب 19 نقطة، الطائي المركز التاسع ب 19 نقطة، الاتفاق المركز العاشر ب 18 نقطة، الفتح المركز الحادي عشر ب 17 نقطة، التعاون المركز الثاني عشر ب 17 نقطة، الأهلي المركز الثالث عشر ب 16 نقطة، الفيصلي المركز الرابع عشر ب 16 نقطة، الباطن المركز الخامس عشر ب 15 نقطة، والحزم المركز السادس عشر والأخير ب 11 نقطة. متابعين الكرام، بالنسبة للهدافين، متصدر الهدافين تاليسكا لاعب النصر ب 11 هدف، المركز الأول أيضا أودين إيغالو لاعب الشباب، والمركز الثاني ليندر توام بلاعب التعاون ب 10 أهداف، والمركز الثالث كريم البركاو لاعب الرب ب 9 أهداف، ورومارينو لاعب الاتحاد، والمركز الرابع بفتنبي جوميز لاعب الهلال ب 8 أهداف، وإيميلو زلا لاعب ضمك. اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.